so much. So our big picture is thanking all the participants in the association. هاد المسابقة أو هاد المهرجان الجميل اللي كاين الهدف منه هو أننا نعرفوا بالمورد الثقافي المغربي على الخصوص، والمورد الثقافي الغذائي ديال مجموعة ديال الدول اللي هي مشاركة معنا. وجات هاد الفكرة نظرا لما أصبح يتعرض له يعني المورود المغربي في شتى المجالات، من يعني من سرقة ومجموعة من أشياء أخرى. بالنسبة للبارح هو كان عندنا افتتاح، اليوم ان شاء الله بدينا المسابقة اللي مشاركين فيها مجموعة ديال الدول من بينها ألمانيا، مالطا، روسيا، أذربيجان، تركيا، الأردن، تونس والمغرب، ومجموعة ديال الدول الأخرى اللي واصلين 13 دولة. بالنسبة للنوعية ديال الأطباق، الأطباق كل كما شفتوا كل دولة كتحط في الموروث ديالها، هو موروث ولكنه يقدم بطريقة غاسترونوميك، بحيث انه كيتواجد كيتدرس او كيتقدم بمعايير دوليه، الا انه في الخدمه ديالته خدموه كمورد ثقافي ديال بلادهم. بالنسبه للمغرب زدنا واحد الفقره اللي اسميتها المشاركه بالمورد الثقافي المغربي. هذه المشاركه ماشي ضروري الواحد يكون شاف، او هذه خاصه بالمبتدئين، وايضا لان بربات البيوت. علاش؟ لان ربات البيوت هما اكثر نساء اللي كيحافظوا على المورد الثقافي، لانهم كيتورثوا هذا الشيء اما عن جده عن جده عن جده. يعني الحوايج اللي لقاوهم عندهم ما يمكنش لقاوهم عند دي شاف اللي كبار بزاف، او اسرار اللي عندهم ما يمكنش لقاوهم عند دي شاف اللي كبار. طبعا نحن الان في على اول يوم بدايه للمهرجان، الان عندنا فرق مشاركه من المغرب، من تونس، من الجزائر، عندنا من روسيا، من اذربيجان، عندي من بيلاروسيا، معنا مشاركين عدد كثير من الدول، حوالي 25 30 دولة عربية وأجنبية مشاركة. لجان التحكيم المتواجدة معنا أيضا من جميع الدول، عندنا من ألمانيا، عندنا من فرنسا، عندنا من إيطاليا، عندنا من بريطانيا، عندنا من تركيا، من الأردن، من المغرب. طبعا كلهم لجان تحكيم عالية ذات خبرات عالية وقوية، ونتمنى التوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. طبعا المنافسة قوية جدا لأنه عندنا أطباق متنوعة، عندنا أطباق خلينا نحكي تبدا من تونس، عندنا اطباق من المغرب، عندنا اطباق من روسيا، عندنا اطباق من اذربيجان، عندنا اطباق من الشيشان، يعني اكثر من دوله عندنا اطباق، وعندنا اطباق اردنيه ايضا راح تشارك معنا، فراح تكون منافسه قويه، واحنا نتمنى للجميع النجاح والتوفيق ان شاء الله في هذا المهرجان. شاركت بكيك ديزاين اللي كيعبر على التراث المغربي اللي كيتمثل في الزليج البلدي المغربي. بالنسبه للكاطو فحاولت بالنسبه لهنا كيف ما كنعرفوا مثلت الزليج البلدي المغربي بالساقيه سقايه كيف كنقولوا، وهنايا حاولت نبين باللي الزليج المغربي فهو عباره عن قطع صغيره كتشكل باش كتعطينا واحد الاشكال هندسيه. وهنايا نفس الشيء ديزاين ديال الزليج البلدي اللي كيعبر على التراث المغربي. الفكرة اللي بغيت نوصل من خلال هاد الديزاين اللي درت هو أن الزليج البلدي هو مغربي ومن التراث المغربي. أكيد فحنا كنلتمسوا وكناخذوا الفكرة من التراث ديالنا وكنعبروا بها على شكل كيك باش نوصلوها أكثر. أكيد كاينة منافسة، ولكن منافسة شريفة، منافسة زوينة، وكنتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. وأنا سعيدة بزاف بالتواجد ديالي في هذا المهرجان، وبالاسم ديالي كنشكر رئيسة المهرجان الشيف بشرى الشيعي، وفي نفس الوقت الأستاذة ديالي، وكنقول لها شكرا بزاف بزاف على كاع المجهودات اللي دارت معنا باش توصل لنا جميع المعلومات اللي كتخص هذا المجال. كل شكل كيكون فيه اللوغو ديالو بوحدو، بحال هذا ديال الكركاع كيكون فيه كاكاويت، هذا ديال الفريز الكعب الغزال، هذا ديال الفاني، هذا ديال القهوة، هذا ديال البيساج، هذا ديال الليمون، وفقط معروفين بحنا بزاف في المغرب ديال الكراميل، أوريو، هلال. بزاف كيشاركة في هذا المهرجان اللي أول مرة تحضر في أكادير، وكنتمنى نشارك مرة أخرى إن شاء الله في المهرجان الجاي إن شاء الله. أنا شيف باتيسري ديال باتيسري ماروكان، تخصص ديالي باتيسري ماروكان، حلويات اللوز، حلويات صابلي، القريشات كندير الثقافه ديال المغربيه اللي كنكونوا معروفين بها حنا في المغرب.